بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور اسامه عبد الحكيم، استشاري الحول والجفون جراحه الجفون. انا متصل عشان اقول كل سنه طيبين. اشكركم بشده على تواجدكم معايا في اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى تويتر وعلى كل السوشيال ميديا، تفاعلكم معايا، الاسئله، الحاجات الجميله والمشاركات الجميله اللي بستمتع بيها وبحس بيها بوجودي وبوجودي معاكم. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون ايام سعيده عليكم. احنا بعد بكره النهارده السبت، بعد بكره عرفه، ويمكن لما بيجي عرفه دايما بيحضرني. طبعا ده من اجمل الايام واحلى الايام في الدعاء. يمكن انا بفتكر في اليوم ده دايما الدعاء الجميل، يمكن اكتر دعاء بدعيه يومها لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دايما بسال نفسي يا ترى ظلمنا مين او مين اكتر واحد ظلمناه. فاحنا لو بنفكر بيكون نفسنا، لو في حد بنظلمه في حياتنا هو نفسنا، لان احنا لما بنظلم نفسنا بيبقى بعد كده كل حاجه هينا. طب ازاي بنظلم نفسنا؟ بان احنا دايما نفكر في اللي فات ونفكر في اللي جاي ونسيب الوقت. اللي فات دايما بيبقى جواه الام وحزن، واللي جاي هو قلق، والتفكير ما بين اللي فات واللي جاي بيبقى نوع من انواع الظلم للنفس. لكن لما بيبقى موجودين دلوقتي وفي الوقت الحاضر وكياننا وبحضورنا وحبنا لربنا وبدعائنا وبأملنا ان كل حاجه تبقى احسن من موجودين دلوقتي او هي احسن بالفعل دلوقتي، كل ده لما بيكون موجود جوانا بيبقى في الحاله اللي احنا خرجنا نفسنا من الظلم. فيوم عرفة انا دايما بس حبيت اقول لكم ان انا دايما الدعاء او اكثر دعاء في بدايته اليوم قدمها لقراره وافكر نفسي بيه واقعد افكر فيه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هو دعاء ما فيهوش دعاء، بس هو من اجمل الادعية، لان هو ما فيهوش دعاء، لان انت ما بتطلبش حاجه من ربنا، ربنا عارف اللي انت عايزه بيه، بيسألك بيجاوبك حتى من غير ما تسأله، لما تسأله بيكون أحسن. لكن مجرد أنت تفكر إن أنت نفسك تعفى عن نفسك، نفسك إن أنت ترحم نفسك، إن أنت ما تظلمش نفسك، إن أنت حاجة بسيطة خالص، إن أنت تشيل من دماغك حاجات كتير جدا وتخلي كل اللي موجود هو دلوقتي والوقت اللي أنت عايشه واللحظة اللي أنت عايشها، وتحاول دايما مع نفسك ما تظلمهاش، ما تقسيش عليها باللي فات، ما تقسيش عليها باللي جاي. خليك موجود دلوقتي، استمتع بوقتك اللي هو موجود فيه، بالصلاة، بالصوم، بالحاجات الكويسة، وقربك من الناس، بتعاملك بحبك الناس اللي حوالين منك وحب الناس اللي حوالين منك ليك. خلي دلوقتي ده هو حياتك، أو هو ده الهدف الأساسي في الحياة. فهتلاقي كل الأيام حلوة، هيبقى يوم عرفة من الأيام الجميلة اللي أنت بتدعي فيها وبتحس فيها براحة نفسية حقيقية، لأن أنت بتعيش فيها مع نفسك ومع ربنا وبتلخص بيها حياتك كلها. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكون كل الايام حلوه، وهي بالفعل دايما حلوه طالما احنا نكون جميلا، طالما الجو جميل فهي دايما حلوه، وجودنا مع بعض وكياننا مع بعض ولقائنا بكلامنا وحبنا، وان شاء الله تستمر. وكل سنه وانتم طيبين، دايما اشوفكم على خير في حلقات كثيره وفي مقابلات كثيره ان شاء الله.